فزي ما قلت لحضراتكم الناس دلوقتي او بعض من لا يشجع النادي الاهلي واخدك في هذه السكه او واخدنا في هذه السكه. سكه ايه يا جماعه؟ اصل دوري ايه؟ ما تفرقش معانا دوري، احنا عايزين نلعب في حته تانية، فعايزين نلعب في بطوله عربيه، بطوله افريقيه، يعني نلعب بقى، لانه الدوري اساسا يعني زي ما انتم شايفين كده. كلام طبعا مش منطقي، وكلام لا يصح ان يقال. من المفترض ان الـ الناس دي بتفهم كوره، بتفهم كره قدم، وكره القدم تقبل كل شيء، كره القدم تقبل كل شيء. احنا لسه في الاسبوع العاشر، النادي الاهلي لعب 8 مباريات من 10 مباريات، كسب 3 مباريات، كسب 8 مباريات بثلاث نقاط، اصبح عنده 24 نقطه، لسه بدري جدا جدا على الدوري العام المصري. و سمعت واحد من الخبراء في الدوري العام المصري كابتن طارق العشري وهو بيتكلم في هذا الموضوع، قال لك يا جماعه يعني لسه بدري جدا، والموضوع هيزداد سخونه، خصوصا ان يعني الامور ماشيه بشكل جيد، كل ثلاث ايام مباراه. مضغوطين جدا في النادي الاهلي، احنا طبعا مضغوطين جدا كلاعبين، مضغوطين جدا كجهاز فني، الجمهور نفسه كمان مضغوط، بتطلع من مباراه تخش في مباراه، ولكن عهدنا دايما عارفين ان جمهور النادي الاهلي هيقف ورا فريقه في اي حته وفي اي مكان وفي اي وقت، ده احنا متاكدين منه. فهناك ضغطه كبيره جدا للاعبين خلال الفتره القادمه، عندنا ماتش يوم الاربع مع مصر المقصه، عندنا ماتش يوم 5/1 مع فريق مصر، عندنا بعد كده مباراه بلاتينيوم، مباراه اللي هنلعب فيها ضد بلاتينيوم في زيمبابوي يوم 10، وبالتالي انت هتخلص مباراه يوم 5 مع فريق مصر وهتسافر علشان تروح تلعب في زيمبابوي، وبعد كده ترجع تلعب بعديها باربع او بخمس ايام مباراه اخرى، وبالتالي هي ظروف ضغط علينا جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. ولكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قدها وقدود، ان شاء الله كل لعيبه النادي الاهلي يقدروا يعدوا هذه المرحله المضغوطه بتغييرات. وبقى ريني فايلر، عشان كده امبارح لما كنا بنتكلم مع حضراتكم على ان التغيير او التشكيله الرئيسيه لنادي الاهلي كان ينقصها مثلا محمد مجدي قفشة وحسين الشحات، اكيد كان الراجل في دماغه ريني فايلر كان في دماغه ان هو يريح الاثنين لعيبه دول علشان الفتره القادمه، وبعد كده اكيد كان هيلاعبهم ويطلع اثنين تانيين من اللي بيلعبوا، وهكذا المباريات القادمه ستجد تدوير او روتيشن للاعبين في كل المباريات القادمه، لان مفيش لعيب هيقدر يستحمل ان هو يلعب كل يومين او كل ثلاث ايام مباراه فيهم سفر ورايح وجاي والكلام اللي حضراتكم بتشوفوه ده، لانه موقف صعب جدا ومضغوطين جدا، وفي نفس الوقت انت مطالب ان انت تكسب كل مبارياتك او